السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من صوت الناس. اهلا بكل الناس. النهارده يوم مختلف، يوم مختلف في كل الاحداث اللي بدا بيها اليوم. النهارده ثلاث دول اوروبيه اعضاء في الاتحاد الاوروبي بتعلن الاعتراف بالدوله الفلسطينيه، النرويج وايرلندا ودوله اخرى وهي اسبانيا بتعلن النهارده نيتها الاعتراف بالدوله الفلسطينيه يوم 28 مايو. ده طبعا بيؤكد ان القضية الفلسطينية مش بس موجودة في الاخبار بعدد الشهداء والمقاومة والاعتداء اللي بيحصل على اهل قطاع غزة واهل الضفة الغربية وغيرهم من الفلسطينيين الموجودين في كل مكان بما فيهم القدس الشرقية، لا، القضية الفلسطينية موجودة في كل مكان بما فيها برلمانات الدول المتقدمة، البرلمانات اللي بيضغط عليها من قبل الشعوب حتى تعترف بدولة فلسطينية. البعض شايف ان ده اعلان تأخر وانه كان المفروض يكون من سنوات، ولكن ان تأتي متأخرا افضل من ان لا تأتي. البعض بيقول ان ده انتصار للفلسطيني، انتصار للفلسطيني اللي بترجع قضيته للواجهة علشان العالم كله يشوف مظلوميته واحقيته في اقامة دولة على ارضه على حدود 5 يونيو او ما قبل 5 يونيو سنة 1967 وفقا لقرارات الأمم المتحدة. الثلاث دول النهاردة ممكن الناس تستغرب وتقول هي دي أول دول بتعترف بالدولة الفلسطينية. لا، أحب أقول لحضرتك أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بدأ مع إعلان الدولة الفلسطينية. إمتى بدأ إعلان الدولة الفلسطينية؟ بدأ يوم 15 نوفمبر سنة 1988 لما الرئيس الراحل ياسر عرفات أعلن عن قيام الدولة الفلسطينية من الجزائر. وقف ياسر عرفات في الجزائر هذه الدولة الشقيقة وأعلن قيام الدولة الفلسطينية وتم الاعتراف بها من أكثر من 40 دولة في البداية، أصبحوا 80 دولة ووفقا لبيانات السلطة الوطنية الفلسطينية، ف 142 دولة حول العالم بتعترف بالدولة الفلسطينية. ثلاث دول الأوروبية الحديثة أو التي انضمت حديثا للاعتراف بالدولة الفلسطينية وهي دول عضوة في الاتحاد الأوروبي، أيرلندا وأسبانيا والنرويج، في دول ستعترف قريبا بالدولة الفلسطينية زي مالطا، سلوفينيا وربما بلجيكا. كل ده مؤشر على أن الدولة الفلسطينية ما بقتش بس أمنية لدى المواطن الفلسطيني، بل أصبحت واقع سياسي كما هي واقع بيعيش المواطن الفلسطيني على أرضه التي توارثها وعاش عليها آلاف السنين، يعني جيلا بعد جيل. النهاردة يعني الاعتراف على لسان رئيس وزراء أيرلندا بيقول إن قرار الاعتراف بدولة فلسطين هو قرار تاريخي، بيعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني وبيعبر عن أحقية الإنسان الفلسطيني أن يعيش في وطنه على أرضه في دولة ترفع علمه وتحتفظ له بهويته. وطبعا الكلام ده تداخل فيه أو تطابق مع الكلام اللي قاله أو تشابه مع الكلام اللي قاله رئيس الوزراء الأسباني اللي قال إن برغم من القصف والقتل وبرغم من آلة الدمار اللي بتدور الآن في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، فإن من حق الفلسطيني أن يحيا على وطنه وعلى أرضه، يحفظ هويته وثقافته وتراثه. لحظة الاعتراف لحظة مهمة جدا، وأشاد بيها عدد كبير من المنظمات حول العالم. مصر أشادت باعتراف ثلاث دول، السعودية أشادت، وجامعة الدول العربية ممثلة في الأمين العام أحمد أبو الغيط أشادت باعتراف الثلاث دول الأوروبية باعترافهم بالدولة الفلسطينية. وأيضا منظمة التعاون الإسلامي أشادت بالاعتراف، اعتراف الدول الثلاثة بدولة فلسطين، وقالوا أن اعتراف أسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين خطوة تاريخية هامة. منظمة التعاون الإسلامي تثمن اعتراف أسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين،
بيوصفوه بأنه خطوة تاريخية هامة، والسلطة الوطنية الفلسطينية رحبت طبعا بالاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول الأوروبية الثلاثة، وحركة حماس رحبت باعتراف النرويج وأيرلندا وأسبانيا بفلسطين. وقالت حركة حماس في بيانها أن الاعتراف يمثل خطوة مهمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، لإقامة أو هو نواة للدولة الفلسطينية المستقلة. حركة فتح أعلنت ترحيبها بإعلان أسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين، هي الأخرى ترحب بإعلان الدول اعترافها بفلسطين. اعتراف يعني ربما تأخر 35 سنة عن بداية الاعترافات بدولة فلسطين اللي بدأت بعد 15 نوفمبر سنة 1988، ولكن تأتي الآن هذه الاعترافات لتؤكد أن للفلسطيني حق في إقامة دولته على أرضه التي توارثها عبر آلاف السنين. منظمة التحرير بتعلق على اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين وبتقول هي لحظات تاريخية، لحظات تاريخية فارقة، لحظات تاريخية بتؤكد أن صوت العالم، صوت المواطنين أو صوت الشعوب الحرة في أنحاء العالم مهم وبيصنع فرق. التظاهرات اللي بتنزل إلى شوارع أسبانيا، التظاهرات اللي بتنزل إلى شوارع أيرلندا أو النرويج أو غيرها من البلدان وصلت إلى آذان الحكام، وأصبح لزاما على الحكام أن يستجيبوا لأصوات شعوبهم. وده اللي قاله النهاردة رئيس وزراء أيرلندا، قال إن موافقتنا أو اعترافنا بدولة فلسطين ده تماشيا مع رغبات الأحزاب السياسية في أيرلندا ومع أغلبية أو رغبة أغلبية الشعب الأيرلندي في الاعتراف بدولة فلسطين. نفس الكلام تقريبا قاله رئيس وزراء أسبانيا، إن الاعتراف بفلسطين هو نتاج الجهود السياسية أو الحوار السياسي والرغبات السياسية للأحزاب الكبيرة في البلاد، وكذلك رغبة الشعب، وكذلك رغبة الشعب ورغبة جموع الناس أو الأغلبية في أسبانيا. إذن إحنا قدام مشهد جديد بيقول إن في حراك دبلوماسي وحراك سياسي، مش في الإطار العربي ولا الإطار الشرق أوسطي بل على المستوى العالمي. حراك بيقول إن الآن ووفقا للإحصائيات أو وفقا لبيانات أصدرتها السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، قالوا إن في 142 دولة، تقريبا 142 دولة من أصل 193 دولة تعترف بدولة فلسطين. الآن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة البعض يرى أنها مسألة وقت وستكون فلسطين دولة كاملة العضوية. اللي بيدعم هذا الاتجاه شايف ان ده اتجاه للحفاظ على فلسطين، للحفاظ على المواطن الفلسطيني وللحفاظ على السلام في هذه المنطقة. بعض عبر عندنا النهاردة حتى ان وزير خارجية النرويج قال ان ده في مصلحة اسرائيل، ليست حالة، لسنا في حالة عداء مع اسرائيل بمناسبة اعترافنا بالدولة الفلسطينية. تقريبا ثلاث يعني ثلاث أرباع دول العالم تعترف بدولة فلسطين.